صراحة حنا فرحانين بهذا الحفل اللي كيخص اللاعبين ديال مدينة القنيطرة. حنا على قناة القنيطرة 36، دونك من حق المدينة تعتز بأبنائها. اليوم جابوا لقب قاري وداهم الكأس العالم، الحمد لله على كل إنجازات. مدينة القنيطرة فيها الطاقم التقني كامل، ثم الطاقم الطبي والمصور واللاعبين، ولكن تحية كبيرة لجميع اللاعبين من جميع أنحاء المغرب، اللعابة اللي عندنا من أكادير، من طنجة، من سطات، كلهم يستحقوا هذا اللقب هذا، وكلهم كانوا سبب، بالإضافة للجامعة الملكية في شخص رئيسها اللي وفرت لنا جميع الظروف. ولكن احنا في هذا الصدد الحفل في المدينة ديالنا، ومن هذه المناسبة كنوجه لهم جميع التحية، تنقول لهم أن الإنجاز كيتفرق علينا كاملين. شكرا. اللهم لك الحمد، لك الشكر على التتويج هذا اللي جاء من بعد العمل ديال 3 سنين كانت فيها مجهودات متواصله ديال الطاقم التقني، الطاقم الاداري، الطاقم الطبي، ومجهودات بفضل الله ديال اللاعبين حتى هما. الحمد لله هذا التتويج الثاني على التوالي، والتاهل المره الثالثه على التوالي لكاس العالم. وباسمي وباسم اللاعبين كنشكروا الوالي ديال مدينه القنيطره والاعضاء اللي جاوا معاه، اللي هما ديما كيكونوا سباقين للاحتفال بينا، وكنشكرهم بزاف. ونتمنوا والله تكون باقي جي احتفالات من هنا القدام، وهذا كيتعتبر هو التكليف اكثر من هو التشريف، وكنتمنوا والله نكون عند حسن الظن. اولا مرحبا، هذا التكريم هذا هو يستحق اكثر من هذا الشيء. هذه الوليدات هذو، هذا الشرف ليا شخصيا وشرف القنيطره، ان واحد النسبه مهمه من الابناء ديالها كيساهموا في هذا الانجاز اللي هو انجاز رفع الرايه ديال البلاد عاليا الحمد لله بفضل المجهودات ديالهم والعمل اللي قاموا به. انا اتشرف بان هذا ثاني تتويج لهاد الناس هذو، اللي هو شرف ليا كبير وتكريم. اذا كنتمنى لهم التوفيق والنجاح خاصه في بطولات العالم. نتمنى لهم ان شاء الله بحول الله نتلاقاو بهم ونتوجوهم للبطولات العالميه ان شاء الله. اليوم تنحتفلوا في مدينه قنيطره، في عامه قنيطره، هذا الاحتفال صار عليه عامل اقليم قنيطره، وتنشكروه من هذا المنبر، وتنشكروه كاع السلطات والمنتخبون ديال هذه المدينه والرياضيين اللي جاوا حضروا لهذا الاحتفال، والمجتمع المدني والصحفيين اللي دائما تنشروا الخبر في مدينه قنيطره، تبارك الله عليهم، وكاع في المغرب. وتنشكروا عاوتاني الساكنه ديال مدينه العيون والسلطات اللي سهلوا علينا المأموريه باش ننجحوا هذه الدوره في مدينه العيون، والجامعه الملكيه المغربيه اللي وفرت الظروف، الفريق الوطني والتسيير كلجنه تنظيم القرعه وتنظيم البطوله ديال لاكاف مدينه العيون. ونتمنى ما نسيت حتى واحد، وخواتاتنا وخوتنا في قنيطره، وانتم اللي تتوصلوا الخبر عبر 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 الويب لجميع الساكنه. ونتمنى التوفيق لهذه المدينه، ونتمنى التوفيق لهذه البلاد، وشكرا والسلام عليكم. هذا شرف كبير لنا كساكنه مدينه قنيطره، وكذلك للامه العربيه والاسلاميه، باش نحضروا تتويج للمره الثانيه بالكأس الغالية علينا، وهي كأس إفريقيا، خصوصا من طرف إطار قنيطري ومجموعة من العناصر القنيطرية. أنا تنعرف سي هشام إنسان مثقف مهذب يشتغل في صمت، إنسان خلوق طموح، وهذا الشيء هذا ماشي غريب عليا، لأنني دائما أنا كنت مآمن بالقدرات ديالو. تنتمنى له التوفيق، وتنشكر السيد الامين اللي دار هذا الاحتفال هذا على شرف المنتخب الوطني، وتنشكر جميع فعاليات المجتمع المدني وكذلك المسؤولين، وتنتمنى ان شاء الله تكون واحد النتيجه ايجابيه في ليتوانيا. انه لا بد ان نحتفل بالمنتخب الوطني، نفرح لانتصارات المنتخب الوطني كيفما كان لونه ويعني تشكيلته والمسؤولين عليه، فما بالك اذا تعلق الامر بمنتخب مدربه ابن القنيطره ومن القنيطره، وعشنا معه في دروب وقاعات وملاعب القنيطره، ثم ايضا لغى جزء كبير من اللاعبين يعني من مدينه القنيطره، وفيهم من هم محترفون في الخارج، وهذا شيء مهم. هذا دليل الحمد لله على ان هناك امكانيه ديال تطوير الرياضه على مستوى القنيطره. هذا دليل على انه الى عندنا مدارس وعنايه يمكن لنا ماشي فقط نزودوا الفروق المحليه والوطنيه والمنتخب، يمكن لنا ايضا يحترفوا حتى في الخارج، لانه املنا ان يكون هذا الاشعاع، ولذلك لابد ان نكون سعداء فرحين بهذا الانجاز.